الحلقة التانية من الأفعال ومعانيها، ومعانا النهاردة فعل have، هنشرح معانيه وهندي أمثلة زي ما أنتم متعودين. لو عاوزين تفرجوا على الحلقة الأولى هتلاقوها في الديسكريبشن تحت، كنا بنتكلم فيها على فعل cool. يلا بينا نبتدي مع بعض، let's get started. أول معنى الـ have وأغلبنا عارفه هو عندي أو لدي أو أملك، بس أنت مش لازم تملك حاجة ملموسة، يعني مش لازم تبقى حاجة tangible، مش لازم مثلا تقول I have a car or I have a mobile. ممكن تبقى حاجات مش ملموسة كمان، زي مثلا أنا عندي خطة I have a plan، أنا عندي فرصة I have a chance، أنا عندي فكرة I have an idea. و idea مش idea، idea. اوكي، وده اول معنى واغلبنا عارفه. تاني حاجه، لما بيبقى عندك مرض من الامراض وعاوز تقول انك بتعاني من مرض معين او عندك مرض معين، بنستخدم برضو have. زي مثلا ما تحب تقول انا عندي الحصبه، اوكي، فبنقول بالانجلش I have measles. measles. انا عندي مرض السكر، بنقول I have diabetes. diabetes. يبقى have وبعدها المرض، يعني انت بتعاني من المرض ده. تالت معنى have، لما have يجي بعدها activity يعني نشاط، فبتبقى معناها ان انت بتعمل النشاط ده او عندك النشاط ده. يعني مثلا زي لما يبقى عندك، لما تاخد shower مثلا بالانجلش بنقول I have a shower or I have a bath، يعني انا بستحمى او انا باخد shower. مثلا برضو لو عندك محاضرة، ما هو ده نشاط من النشاطات، فمثلا عاوز تقول لواحد صاحبك today، انا عاوز تقول النهاردة مش حاضر اجي، I'm sorry I can't come because I have a lecture، لأن أنا عندي محاضرة، عندي تمرين I have a training، I have a party، عندي حفلة، I have a meeting، عندي اجتماع. دي كلها activities ونشاطات، فزي ما أنت شايف الحاجات دي كلها بنستخدم معها have، فهي فعل مهم جدا جدا جدا. رابع معنى الـ have، وممكن أنت ما تبقاش عارفه، إن have بتيجي مكان eat يعني تأكل، و drink يعني تشرب. يعني ممكن تقول I have lunch، أنا بتناول الغداء I have lunch. ممكن نقول مثلا he has coffee، يعني هو بيشرب قهوة. خد بالك ان has بتيجي مع he و she و it، زيها زي have، بس have بتيجي مع بقية الضمائر، لكن has اللي هي اخت have بتيجي مع he ومع she ومع it. he has coffee، هو بيشرب قهوة. كمان we have pasta، احنا بناكل مكرونة. pasta. pasta. يبقى have معناها eat تأكل or drink تشرب، تيجي مع أي حاجة بمعنى يتناول باللغة العربية. حتة سريعة كده صغيرة لازم أشرحها، لما have بتيجي مع to معناها بيتغير، بتبقى بمعنى مضطر إلى. فمثلا لما أحب أقول مثلا I have to leave، أنا لازم أمشي دلوقتي، لازم أغادر. أو مثلا I have to study، أنا لازم أذاكر. have to، have لوحدها حمادة، و have مع to حمادة تاني خالص، بمعنى مضطر إلى. بس ده برضو من المعاني الشائعة واللي كنت لازم أقولها لكم، have to لازم أو مضطر إلى. have برضو ممكن تيجي بمعنى receive، يعني يستقبل أو يحصل على حاجة. زي ما أقولك مثلا I have some help from my friends، يعني أنا بحصل على مساعدة من أصدقائي. أو مثلا he has money from the bank، يعني هو بيحصل على أموال من البنك أو البنك بتاعه. he has some money from the bank. أو she had a bonus، يعني هي حصلت على علاوة. had بقى الماضي بتاع have و has، يبقى احنا خدنا have وخدنا has و had الماضي بتاعه. she had a bonus، هي استقبلت أو هي حصلت على علاوة. have كمان بتيجي بمعنى يسبب، وده معنى مهم جدا في الانجليش وبيحصل كتير. لما اجي اقول لك مثلا the film has us crying، يعني الفيلم بيخلينا نبكي، بيخلي، بيجعل. فهاف هنا معناها يجعل. مثال تاني I have everyone working for me، انا بخلي او بجعل كل الناس يشتغلوا عندي. because I'm rich مثلا، انا غني. I have everyone working for me. يبقى من ضمن معاني have برضو، اوكي، انها بتبقى بمعنى يجعل او يخلي. اخر معنى معانا الـ have النهاردة هو يلد. فلما مراتك مثلا تبقى حامل وولدت، ممكن تقول my wife had a baby، و had الماضي بتاع have و has تاني، يعني مراتي ولدت. my wife had a baby. طيب لو هي لسه حامل، ممكن تقول pregnant، وممكن تقول my wife is having a baby، مراتي هتلد، هي حامل دلوقتي. my wife is having a baby. وده اخر معنى معانا النهارده لـ have.
بليز شير اند لايك، لان انا ناوي اكمل في السلسله ديت 6 و7 و8 حلقات، والموضوع مهم جدا بالنسبه لك، بالذات لو انت لسه بتبتدي تتعلم انجليش، انك تعرف كذا معنى لنفس الفعل هيفرق معاك جدا في انك تترجم وانك تفهم جمل كتير. That's all، واشوفكم على خير.